مرحبا بك. إذا ما مدى ارتباط هذه الظاهرة، ظاهرة فتيات السوشيال ميديا التي يستخدمن هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الشهرة وكسب الأموال الخيالية مقابل إظهار البفاتن ومقابل الرقص والفحش على هذه المنصات؟ طبعا بارك الله فيك، تصرفات الإنسان، أفعال الإنسان نابعة من ثقافة معينة. المنظمات النسائية بدأت في قضية تحرير المرأة كمصطلح، وبدأت تشيع ماذا يقصدون بتحرير المرأة، أن تكون المرأة حرة. أن تكون مرأة حرة يعني أن لها الحرية في التصرف في كل ما تريد أن تقوم فيه. ثم أصدر القوانين وبدأوا يقولون لها أنت تمتلكين جسدك، هذا الجسد ينبغي أن لا يدفن، هذا الجسد ينبغي أن يبرز، هذا الجسد لك حرية التعامل معه، أنت تمتلكين، لا يحق لأحد أن يعني يستفيد من جسدك بدون إذنك. فهذه الثقافة النسوية لما دخلت على الفتاة وهم يدعونه إلى التبرج والسفور و يعني كما يقولون أبرزي نفسك وعيشي حياتك بمثل هذه المصطلحات، بدأت البنت تتأثر، تترك الحجاب، تبرز المفاتن وترقص أمام الناس وتفعل الأفعال المشينة حقيقة. الدعوات النسائية لا تدعو إلى خلق فاضل إطلاقا، وأهم خلق تسعى لهدمه لكي تدخل من خلاله إلى بقية الأشياء الحياء. والحياء الذي يذكر قديما في بعض الدول، وأنا أتكلم قديما عن فترة يعني في السبعينات أو الستينات، لما كانت البنت تخجل أن يقال لها، لما يطلب منها المصور أن تقوم ببعض الحركات على الساحل بوضعيات معينة قذرة، فتستحي فيعيرها، يقول لها أنت قروية، فتخاف من هذا المصطلح فتبدأ تنفتح. كذلك اليوم يقال للبنت أنت معقدة، أنت كذا، أنت رجعية، فتقوم لكي تبتعد عن هذه الألفاظ فتخوض في الواقع بقلة الحياة. والحياة عند الأولين يقولون الحياة نقطة إذا تحركت ذهب الحياة. وهذا الواقع حقيقة، أن المرأة إذا فقدت الحياة تستطيع أن تفعل ما تشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الواقع اليوم، الحياة ذهب على أسف الشديد.